يقول السائل: من دعا غير الله واستغاث بغيره ثم أراد التوبة، فهل تكون التوبة كافية أم لا بد من عمل آخر؟ تكفي التوبة الصحيحة التي معناها الرجوع إلى طاعة الله وترك معصية الله والعزم لا يعود إلى ما تاب منه، العزم لا يعود والندم على ما حصل، شروط التوبة المعروفة لا بد. ما تنفع التوبة إلا إذا استجمعت هذه الشروط: الإقلاع عن الذنب، والعزم لا يعود إليه، والندم على ما حصل منه. هذه شروط التوبة. نعم.